لو بدأنا من بداية الثورة والتغيير الحقيقي من بداية الثورة 17 فبراير، مرأة شاركت وبقوة، بل هي كانت هي أول صوت يعلو للتغيير اللي هي أمام المحكمة في مدينة بنغازي. بعد التحرير وتبدأ، ولما احنا بدينا في البناء الحقيقي والتحول الحقيقي، الأغلبية طالبوا المرأة بالرجوع إلى المربع الصفر. الصعوبات حدث ولا حرج، بالنسبة للصعوبات تواجه المرأة على جميع المستويات، ثقافية، اجتماعية، قانونية، سياسية. المرأة اليوم في دولة ليبيا الجديدة تعتبر ببداية بادية من ناحية الصفر. في بالنسبة للصعوبات كانت من الأساس في صعوبات، يعني من القانون 51 لحد اليوم كان في تراجع في المكتسبات بالنسبة للمرأة الليبية على المستوى العادات. طبعا العادات مسيطرة لدرجة كبيرة، يعني بالنسبة للناحية القانونية لا يوجد أي تشريعات تمكن المرأة، بالعكس في تشريعات تمييزية أكثر من أي شيء تاني. في المستوى السياسي أيضا لا توجد نساء في مناصب قيادية تأكد وجود المرأة. بالنسبة للصعوبات بصفة عامة توجد صعوبات في جميع الأصعدة الليبية. أيضا من العوائق اللي نشوفها الآن موجودة على الساحل هي الثقافة الذكورية، إن هو الذكر الوحيد هو القادر على العطاء، هو القادر الآن إن المرحلة ما فيهاش أمن وأمان، هو القادر الآن إنه يشتغل وينزل للميدان وإلى آخره. مع أن التجربة بالأمس القريب في الثورة كانت أقرب مثال إن هي المرأة كانت قادرة، لكن الثقافة الذكورية هذه نتيجة التربية أخذت العديد من السنوات، نحتاج إلى وقت طويل بحيث إحنا نغير هذه الثقافة، ولكن هي من أهم المعوقات أيضا لتعيق الآن خروج المرأة ومشاركتها في العمل السياسي. بالتالي نتمنى من كل النساء اللي هي تتعلق بنفسها بشخصها تتحرر في داخلها وتؤمن بنفسها وتؤمن بقدراتها، هذه بالدرجة الأولى. أيضا نتحرر من ثقافة العيب الخاطئة اللي هي لا توجد لها أي مبرر. هو بالنسبة للمرأة هي الشخص الوحيد القادر أن يمنح حقوق المرأة، باعتبار أن هي جسم أو مكون أساسي من مكونات المجتمع ويمثل الجزء الأغلب في المجتمع الليبي، فالمرأة هي الشخص الوحيد القادر أن يأتي بحقوق المرأة. بما أن المرأة هي نصف الموارد البشرية في أي مجتمع، فمن حقها أن هي تشارك في القرار اللي هي حتتأثر فيه بشكل مباشر أو غير مباشر. المرأة لديها الفكر، لديها الرؤية، لديها المشاريع اللي ممكن هي تشارك فيها، تسهم بها في بناء المجتمع بتاعها. هي اللي كان لها القرار داخل الأسرة فبيكون لها قرار في المجتمع بتاعها وبالتالي في الدولة. فلازم يكون عندنا دعم لأن المرأة تكون مشاركة، ولا يمكن أن تحقق تنمية مستدامة في أي مجتمع دون مشاركة المرأة في صنع القرارات. مشاركتها كانت قوية جدا في الانتخابات الأولى. الانتخابات استحقاق على المرأة أن تشارك بقوة في الانتخابات من أجل بناء دولة ليبيا القوية. لا شك أن المرأة الليبية حققت عدد من المكتسبات خلال الفترة الحالية وفترة الانتقال الديمقراطي، حققت نجاح من خلال تواجدها في المؤتمر الوطني العام، وأيضا من حيث مشاركتها في الانتخابات كناخبة كانت مشاركة إيجابية جدا، كانت حوالي 45%. تأسفنا جدا في الحقيقة إلى تراجعنا، حيث أن كانت نسبة مشاركة المرأة 16.5% في المؤتمر الوطني العام، ولكننا تراجعنا إلى 10% من خلال تواجدها في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ولذلك يجب علينا توسيع قاعدة هذه المكتسبات من خلال ضمان دستور حقوقها في الدستور القادم إن شاء الله، وأيضا نراها على الصعيد العملي من خلال عملها في الوزارات. نطالب أن يكون هناك تولد أكثر على مستوى القيادات الوسطى والدنيا. نراها تثبت وجودها من خلال عملها في منظمة المجتمع المدني، نجدها موجودة على الأرض تحارب وتناضل من أجل نيل حقوقها. الآن نريد أن ندعمها بقوة زي المرأة زي الشباب، لأن إن لم تشارك المرأة والشباب في صنع القرار الآن في صنع القرار وبالتالي اتخاذ القرار، لن تكون هناك فعلا دولة ولا يكون هناك بناء صحيح.
في الحقيقة رغم أن المرأة الليبية تشكل أكثر من 50% من المجتمع الليبي، إلا أن الكوتا لم تنصفها، ليست عادلة على الإطلاق. لذلك لا أمل للمرأة أن تدستر ما لديها من حقوق وأن ترسخ ذلك في الدستور إلا بدعمها لأختها المرأة. على المرأة أن تدعم المرأة بشكل قوي حتى نستطيع أن نحصل على العدد الكافي داخل هذه اللجنة، ودعم المرأة للمرأة حقيقة هو ما سيحدث الفرق. كون وجود قوانين، توجد قوانين مستقى من الشريعة الإسلامية مثل في قانون الأحوال الشخصية أو قوانين الأسرة، لكن هذه القوانين لم تصل إلى مرحلة التنفيذ. افتقادنا للتدابير، افتقادنا اعتمادنا على الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى وجود فراغ قانوني بالنسبة للقوانين الليبية، لا يوجد بالنسبة للتشريعات الليبية أي إيحاءات أو أي إشارة لحقوق المرأة، بل بالعكس كل كانت القوانين كلها تخاطب المرأة والرجل على بصفة عامة، لم يكن هناك خصوصية ولم تراعى خصوصية المرأة في القانون الليبي. لن نضمن وجود مشاركة فعلية للمرأة إلا إذا قمنا بضمان حقوقها ودسرتها في الدستور المساواة في الفرص، في تولي المرأة المناصب القيادية، نضمن من خلاله نبذ جميع أنواع التمييز ضد النوع الاجتماعي. فإذا الدستور القادم هو الذي سيضمن فعلا المشاركة الفعلية للمرأة. على كل الليبيين المشاركة في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من أجل دستور يلبي كل تطلعات الليبيين. أدعو كافة أفراد الشعب الليبي، فئات الشعب الليبي من الرجال والنساء، الاختيار للجنة 60، الاختيار اللفظ للجنة 60 حتى لا ينظلم حق أي فئة من فئات المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، من هذا المنبر أدعو جميع سيدات ليبيا أن يشاركنا في الانتخابات الهيئة التأسيسية للدستور من أجل وضع دستور يحمي حقوقهم وحقوق أسرهم وحقوق ليبيا بالكامل. لا دستور ولا شرعية من غير حقوق الليبية، ما فيش ديمقراطية، ما فيش حرية، ما فيش عدالة اجتماعية من غير المرأة الليبية. نشجع كل مواطن ومواطنة أنهم يطلعوا ويصوتوا للجنة 60، لأن مرحلة ونقطة تحول تاريخي بالنسبة لبلادنا، بس تصوتوا للي يستاهل أنكم تصوتوا له. إسلامي 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 طول المدى، إننا نحن الفدا، ليبيا 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 يا بلادي أنت ميراث الجدود، لا رعى الله يدا تمتد لك، فاسلمي إن على الدهر جنود، لا نبالي إن سلمت من هلك، وخذي منا وثيقات العهود، إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود بالقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن، ليبيا ليبيا ليبيا.